تتألف الجيولوجيا الحالية في كولومبيا من مزيج من القوى التكتونية والبركانية والجليدية، وسلاسل جبال الأنديز الثلاث بدأت تتشكل منذ 12 مليون سنة وشكلت جزءا من أطول سلسلة جبال في العالم. تقع كولومبيا فوق ثلاث صفائح تكتونية، ويقع متنزه سيرانيا ديلا ماكارينا في وسط البلاد تماما. تحيط به أدغال الأمازون الكولومبية من الجنوب، ومراعي يانوس العشبية من الشمال الشرقي، وجبال الأنديز الكولومبية من الشمال الغربي. سنبدأ رحلتنا هنا. السيارات الهوائية أجبرت على الارتفاع إلى سفوح الجبال وصولا إلى جانب خطوط الثلج. انخفاض الضغط الجوي يبرد بخار الماء إلى أن يتكدس ويصبح غيوما، وهذه الجبال المغطاة بالغيوم هي موطن ملك السماء في كولومبيا، الكوندور الأنديزي. إنه ثاني أكبر طير يمكنه أن يطير، ويصل طول جناحيه إلى 3 أمتار. يسمح له منقاره المسنن والمعكوف بتمزيق حتى أقصى الجلود. إنه السيد هنا. كولومبيا محاطة بهذه القمم الخلابة المغطاة بالثلج والجليد. لكن في أسفل الجبل تقع غابة من الغيوم. عالم من السحاب، الأشجار المنخفضة والنباتات المعلقة. بسبب هطول الأمطار كل يوم تقريبا تبقى الغابة رطبة على الدوام. تصب جميع المياه في الجداول والأنهار التي لا تحصى. يعيش عدد صغير من القرود على هذا الارتفاع، لذلك لا تكون المسافة قوية. وإحدى الفصائل التي تفعل هي الأكبر في أمريكا الجنوبية، وهي تزدهر هنا. تحتوي غابات الغيوم على فصائل متنوعة جدا من الطيور، وأحد أبرز هذه الفصائل هو العصفور الطنان. يتسبب الارتفاع الشاهق بليال باردة ونهار رطب، لذا لا تستطيع الكثير من الحشرات الصمود في هذا المكان، وقد أصبحت هذه الطيور أهم ملقحي النباتات. إنها تحلق في مكانها وتضرب جناحيها 70 مرة في الثانية، ويخفق قلبها 1000 مرة في الدقيقة.
ومن أجل تفعيل عملية الأيض القوية عندها، عليها أن تشرب ما يعادل وزنها من الرحيق في كل يوم. وهي تأكل من مئات الأزهار بهدف الحصول على ما يكفي من الطاقة للصمود. التنوع النباتي هنا مذهل، والكثير منها تطور ليجذب هذه الطيور الرياضية. كل فصيلة من الطيور الطنانة تقتات على نوع معين من الأزهار، ومنقارها مخصص للوصول إلى الرحيق في الداخل. الطيور الطنانة في جبال الغيوم في الأنديز أكثر عدداً من أي مكان في العالم. وفرة الفواكه هنا تعني أن الكثير من الطيور الأخرى بإمكانها تخزين الكثير من السعرات الحرارية. وهذا الأمر يعطيها الكثير من الطاقة والوقت لتجذب الجنس الآخر. أحد القاطنين هناك يعمل بصورة إضافية للحصول على شريك ديك الصخور الوهاج. إنه يصرف طاقته في القيام بطقوس معقدة جدا آملا الفوز بإعجاب أنثى. مع ذلك فهو ليس وحيدا، فالكثير من الذكور تجتمع للقيام بذلك، وسيكون من الصعب عدم التعدي على مساحة بعضها بعضا. وهو دائما بحاجة إلى أن يبدو بأفضل ما يمكن. هذا المجهود قد يكون متعبا جدا. ثاني موطن للحيوانات يقع في سيرانيا دي لا ماكارينا هو حوض أورينوكو. يعبر نهر أورينوكو في وسط هذا المشهد الطبيعي عبر الغابات الجافة والسهول التي تتعرض للفيضانات بصورة موسمية، قبل أن يتفرق في دلتا من غابات المستنقعات والمستنقعات الساحلية. لكن الإنسان نجح أيضا بالتأقلم مع العيش هنا. يانوس هي بلاد رعاة البقر. تربية المواشي تعد من الأعمال المهمة. التربة فقيرة جدا ولا تصلح للزراعة، غير أن الأعشاب ممتازة للرعي. إنها واحدة من أغنى المراعي الاستوائية في العالم. بإمكان الماشية هنا أن تتشارك مسكنها مع أكثر من 100 نوع من الحيوانات و700 نوع من الطيور. الأشجار على طول أنهار يانوس هي مأوى لأكثر الطيور تخصصا في تناول أوراق الأشجار. تشرق الشمس فوق الأمازون، موطن الحيوانات الأخير ضمن سيرانيا. 10% من غابات كولومبيا المطيرة تقع على الحدود. الأمازون هي الغابة المطيرة الاستوائية الأكبر في العالم. تحتوي على 10% من الفصائل المعروفة في العالم. هذا الحوض يجففه نهر الأمازون المؤلف من 15,000 رافد. نظام الأنهر هذا هو خط حياة الغابة، والأمازون الكولومبي يشكل الحد الجنوبي للمتنزه. الأنهر الأمازونية الكولومبية هي مأوى لسنوري كبير في أمريكا الجنوبية. الجاكوار
آكل اللحوم الأكبر في الأمريكيتين ويملك القدمة الأقوى بين جميع القطط، وهي ضعف قوة قدمة الأسد. لكن هذه الأنثى تستريح من الصيد. بإمكان هذه الهرار القضاء على جميع الفرائس على اليابسة أو في المياه. لذا مع توافر الطعام هناك الكثير من الوقت للاستراحة. قد تكون سنورية كبيرة، ولكن كجميع السنوريات تحب حيوانات الجاغوار قضاء معظم النهار مسترخية. بالإضافة إلى كونه حيواناً مفترساً ماهراً في المكامن، الجاغوار هو سابح ماهر أيضاً. عندما يحين الوقت للعثور على مكان استراحة جديد بعيداً عن الذبابات التي لا تهدأ، السير في النهر يكون بمنتهى السهولة. وبينما يحاول حيوان الجاغوار الاسترخاء، تتربص أفاعي الأناكوندا في الجداول. إنها أثقل الأفاعي ومن الأطول في العالم. تمضي معظم حياتها حول الماء أو فيها. ومثل الجاغوار إنها تغدر فرائسها. تختبئ تحت سطح الماء بانتظار الفريسة الغافلة للمرور بجانبها أو للتوقف وشرب الماء. تحت الماء حيوانات مفترسة أخرى تتربص. تحتوي هذه الأنهر على أسماك شهيرة. البيرانا ذات البطن الأحمر يتم تصويرها دائما كالحيوانات المفترسة المرعبة التي تصطاد ضمن جماعات وتزيل اللحم عن فريستها في غضون ثوان. تعيش البيرانا في الواقع ضمن جماعات كبيرة للحماية، لكنها لا تصطاد ضمن جماعات. في العادة فقط عندما تكون جائعة جدا أو تعيش في بركة صغيرة مكتظة، تدخل البيرانا في نوبة البحث عن الطعام. تقترب الجماعات من فريستها وتلتهمها في غضون دقائق. أسنانها المسننة والمثلثة التي تتشابك عندما تغلق فمها، بالإضافة إلى فكيها القويين، تعطيها قدمة قوية. لكن البيرانا ليست الحيوانات المفترسة الوحيدة في هذه الأنهر. هذه المياه المحيلة تخبئ وحشاً. سمكة بإمكان طولها أن يصل إلى 4.5 متر، وقد يصل وزنها إلى 200 كيلوغرام. أرابيما هي السمكة الأكبر في العالم التي تعيش في المياه العذبة. يتنفس هذا الكائن الغريب الهواء ويستخدم مثانة معدلة كريئة، ويملك لسانا عظميا مع أسنان يساعده على المضغ والابتلاع. يصطاد بجانب الأماكن المائية، وأحيانا يصطاد العصافير. جلده الشبيه بالدروع هو مضاد للبيرانا، غير أن الأرابيما والبيرانا ضعيفان أمام حيوان مفترس آخر من الأمازون. هي ماهرة في صيد الأسماك. الحيوانات الثلاثة: الأمازون، يانوس، والأنديز. تتعاون لترسم هذا المتنزه الوطني. سيرانيا دي لا ماكارينا مكان غني مليء بالغابات والشجيرات والسافانا، ومزين بالقمم المعزولة، الأنهر الجارفة والشلالات الرائعة.
هذا المسكن مميز جدا، وقد كان المتنزه الوطني الأول في كولومبيا، يسمى كنز العالم والمصرف البيولوجي. تم أخذ أكثر من 15 مليون عينة من هذا المكان في خلال الدراسات الأولى. هناك تنوع كبير من الرئيسات مع حوالي 8 أنواع من السعاديم و500 نوع من الطيور. حوالي 27% من أنواع الطيور في كولومبيا. الليل هو أيضاً الوقت المناسب لاستيقاظ أحد أغرب الطيور في سيرانيا دي لا ماكارينا. طيور الزيت التي تسكن في الكهوف حصلت على هذا الاسم لأن قبائل السكان الأصليين كانوا يغلون الفراخ للحصول على الزيت للطهو وصناعة الشموع. تمضي هذه الطيور معظم حياتها في الظلمة. أعينها متأقلمة بصورة كبيرة لتلتقط حتى أخفت الأضواء، لكنها تأقلمت بطريقة رائعة. عندما يكون عليها التنقل في الليل ترسل أصواتا مع ترددات منخفضة لتحديد الموقع. بإمكان المجموعات منها أن تضم حتى 10,000 طير. لطيور الزيت شريك واحد، وهي تملأ الكهوف بالأعشاش والفراخ. ولد هذان منذ أيام قليلة. تستمر الطيور الراشدة بإطعامهما الطعام المتقيأ إلى أن يصبح وزنهما ضعف وزن أهلهما. في النهار تزور مجموعات من حيوانات القطي النهر المتنزه لري ظمائها. هذه المجموعة من أقرباء الراكون، جميعها إناث، وهي تحتمل الذكور فقط في وقت التكاثر. بالإضافة إلى الثدييات الصغيرة مثل القطي، تأوي مساكن سيرانيا بعض العمالقة. يصل طوله إلى 2 متر، ويأكل النمل والأرض. آكل النمل العملاق يتجول في مراعي المتنزه من دون أن يسمح للمياه بأن تعيقه. تحتوي قائمته الأماميتين على مخالب كبيرة، وهي مصممة بصورة ممتازة لفتح الأعشاش الشبيهة بالإسمنت. غير أن المخلب الثالث الأطول يشكل مشكلة بالنسبة إلى آكل النمل، فهو يصعب عليه السير، لكنه تطور ليسير على مفاصله. رأس هذا الكائن الغريب مؤلف من الأنف بصورة عامة. أنبوب عظمي يحتوي على اللسان يصل طوله إلى 0.5 متر. هو مناسب تماما للوصول إلى فريسته المفضلة الأرضة. تفتح مخالب آكل النمل الحفر، فتحاول الأراضات أفضل ما بوسعها للدفاع عن منزلها، غير أن محاولاتها ليست فعالة. فهو يستعمل لسانه المليء باللعاب اللزج لامتصاص فريسته الصغيرة. لا تملك آكلة النمل أي أسنان أو فكين مناسبين، لذا فهي تعتمد على العصارة في معدتها لهضم طعامها. وبإمكانها أن تستهلك لغاية 30,000 حشرة في اليوم الواحد.
وعندما يحين وقت الراحة يشكل ذيلها الكبير بطانية لها وأداة للتخفي في الوقت نفسه. وعلى خلاف العملاقة، إن التماندوة الجنوبية هي آكلة نمل صغيرة تمضي معظم وقتها على الأشجار. لكن عندما تنزل إلى الأرض لجمع الطعام، عليها أن تتحرك بسرعة. تشكل سيرانيا ديلا ماكارينا كنزاً من الحياة البرية، غير أن غابتها تخبئ أمراً خلاباً آخر، وهو ما يظن الكثيرون أنه أجمل نهر في العالم. خلال العصر الطباشيري تشكلت جبال الأنديز متجهة إلى الأعلى. عزلت الجبال جزءا من غابات الأمازون في عصور ما قبل التاريخ، مشكلة ملاذا للتطور. هذه المنطقة من الأدغال المعزولة أصبحت الشوكو. في هذا القطاع الضيق من الأرض بين المحيط الهادئ وجبال الأنديز الغربية، هناك متاهة من المساكن الطبيعية. لم تمس ولم تكتشف لمسافة مئات الكيلومترات تحت منحدرات جبال الأنديز لتكون غابات منخفضة. في أماكن أعمق في الأدغال ثمة استراتيجية للتكاثر مختلفة جدا. مع سقوط آخر القطرات من الغطاء النباتي للأشجار، ذكور ضفادع الأشجار تهبط من الأشجار إلى الأرض. بتحليقها تسحب أقدامها المتشابكة الكبيرة عبر الهواء، وبتخفيفها لسرعة الهبوط تتسابق للهبوط عند تجمعات المياه المؤقتة بالأسفل. يصبح السباق سريعاً، إنها الطريقة الأكثر حفاظاً على الطاقة للتنقل بين الأشجار. ورغم ذلك يمكن أن يكون الهبوط صعباً. مع وصول المزيد والمزيد من الذكور تبدأ بالتجمع لترسل إشارة إلى بعضها بعضاً منذرة بحضورها. في ظروف رطبة كهذه لا حاجة إلى القفز إلى تجمعات المياه في الأسفل. عوضاً عن ذلك، إنها تبيض على الأوراق الناعمة المعلقة على ارتفاع يصل إلى 8 أمتار فوق الماء. محمية بغلاف مطاطي من الكائنات المفترسة الموجود في المياه في الأسفل، تبدأ بالتغير. ما بدا كأنه كرة صغيرة بيضاء بداية سرعان ما يصبح كتلة تتلوى. تستخرج الطاقة والغذاء من قشرة البيض المعلقة، فتدخل بأسرع فترة نمو في حياتها. مع تحول نظامها إلى نظام أكثر تعقيداً، زعانفها الخارجية تتطور. عبر مدها تقوم الشراغيف بالدوران لتتأكد من أنها قريبة من السطح قدر الإمكان. في ظروف خانقة كهذه، الهياكل المؤقتة تمتص الأكسجين لتحافظ على نموها. تبدأ بالتحرك أكثر وأكثر جامعة قواها،
تمزق البيضة وتخرج منها، تنزلق وتقفز إلى أقاربها لتصل إلى تجمعات الماء في الأسفل. تبدو الورقة الصغيرة كواق للشرغوف يبلغ طوله أقل من سنتيمتر واحد، لكن كما فعل والده سابقا يتطلب الأمر قفزة للوصول إلى المجهول. عبر السقوط لمسافة 8 أمتار، هذا يساوي قفزة إنسان من حوالي 10 أضعاف ارتفاع مبنى إمباير ستيت. الطيور ذات الألوان الجميلة تحلق، ومجموعة كبيرة منها تزقزق ليصل صداها عبر الأشجار. يوجد في كولومبيا أنواع من الطيور أكثر من أي بلد آخر في العالم، أكثر من 1800 نوع، ما يعادل تقريبا 20% من الأصناف الموجودة في العالم. عصافير مناكن هي ما تتباهى به الغابة المطيرة، إنها ترقص وتغني وتصفق لتجذب انتباه الإناث. تتجمع الذكور في مجموعات متباعدة وتستعد لجذب الإناث. تختار بعناية أغصانا واضحة ومرئية وتغرد بصوت مسموع في الغابة. بينما يعتبر الغناء أمرا مألوفا لدى معظم العصافير، عصافير المناكن هذه هي الصنف الوحيد المعروف بالقيام بذلك بأجنحته. تقوم بهز أجنحتها أكثر من 100 مرة في الثانية، أسرع بضعفين من الطيور الطنانة. تتنافس مع ذكور تبعد مسافة 25 مترا تقريبا. هذه منافسة في الصراخ، وهي محاطة من كافة الجوانب. من أجل تحمل ضرب الأجنحة هذا يجب على أجنحته التكيف. العظام التي كانت مجوفة سابقا أصبحت صلبة، في حين أن الريش طور أضلعا خاصة لتصدر أصواتا شبيهة بأصوات الكمان. بينما الجبال المغطاة بالضباب في الشوكو سمحت لمجموعة غير معروفة من الطيور بالتأقلم. أزهار الأوركيد. يعتقد أن كولومبيا هي موطن لأكثر من 5000 صنف منها، بنسبة 5 عدد أزهار الأوركيد على وجه الأرض. بأشكالها الأخاذة تزهر بعدد كبير من الأشكال والألوان والوضعيات. تنمو أزهار الأوركيد بشكل أكبر وأوسع مع ارتفاع درجات الحرارة. الكوريانثس، أو ما يعرف بزهرة الأوركيد الدلو، وجدت جزيرتها الخاصة لتكون علاقة خاصة مع أعشاش النمل التي تتدلى من الغطاء النباتي. ولأن آلاف العمال يهتمون بها، جذورها تؤمن العش مع الهيكل لتنمو عليه. وفي المقابل يقوم النمل بحماية زهرة الأوركيد بحماسة من المفترسين، ويؤمن لها الغذاء من الطعام الذي يجمعه. حقول النمل هذه هي البيئة الوحيدة التي يمكنها أن تزدهر وتنمو فيها، باعتبارها تزهر فقط 2 أو 3 أيام في العام، لا يوجد وقت لإضاءته. عبر نشر عطرها في الجو، هذا العطر الخاص بها يطفو مع النسيم.
القطرة التي تسقط من جانبيها، الأعضاء المنتجة للماء، فريدة بأزهار الأوركيد هذه. يقترب النحل أكثر وأكثر، وقد سيطر عليه العطر تماما. حتى يتم اصطياده في فخ الأزهار المخادع. الجدران الناعمة الشمعية لا تمنحه الفرصة للهرب، والسائل اللزج يلتصق بأجنحته فيجعلها من دون فائدة، وهو محتجز في الدلو. ذكر النحل العنيد لديه مهرب وحيد، يكافح عبر النفق الزلق الضيق. إنه يمر تحت أعضاء التكاثر لدى الأوركيد حيث يعلق. أصناف محددة من نحل الأوركيد بوسعها تلقيح الأوركيد هذه. إذا كان حجمه كبيراً جداً لن يستطيع الهرب، وإذا كان حجمه صغيراً جداً سيمر بسهولة. لكن هذا حجمه صحيح. كيس حبيبات التلقيح أصبح ملتصقاً بظهره. عبر تجفيف أجنحته تنتهي المحنة أخيراً. إنه مصدوم، ولن يقترب من هذه الزهرة مجدداً ليمنع التلقيح الذاتي. عوض ذلك ينقل حمولته عن غير قصد إلى زهرة أوركيد جديدة في جزء آخر من الغابة. تبتعد التيارات بعد وقت قصير لتفسح الطريق لأنهار المياه البيضاء القوية التي تخترق الغابة التي لا يمكن اختراقها. إنها تعمل كممرات لقاطني الغابة. النمور المرقطة هي القطط الأكبر حجماً في الأمريكيتين، وهي الأقوى على وجه الأرض. بالنسبة للنمور المرقطة، أنهار الشوكو ليست طرقاً سريعة فقط، لكنها أيضاً عقبات يجب التغلب عليها. الرطوبة المرتفعة بهذه الغابات الاستوائية تجعلها نعيماً بالنسبة للبرمائيات. هي تستوطن بعض المناطق المعزولة في شوكو الكولومبية. هذه الضفادع السهمية الذهبية تقفز عبر أوراق الأشجار بحثاً عن الوجبة التالية. بألوانها الساطعة تتميز الضفادع بين أوراق الأشجار. هذا الذكر لا يخاف كثيراً من المفترسين. جلده الأصفر الفاتح اللون يعمل كإنذار لهم ليبقوا بعيدين عنه. ولسبب وجيه، تعتبر الضفادع السهمية الذهبية أكثر الفقارية سماً على وجه الأرض. شهيته التي لا تنضب هي ما يسمح له بالبقاء حياً. باستخلاصه مواد كيميائية من بيئته يشكل جرعته القاتلة. يعتقد العلماء أن النمل ربما هو مصدر السم الفظيع. مع تسربه من المسمات الدقيقة، كل ضفدع يحتوي على حوالي مليغرام واحد من السم الفعال المعروف باسم باتراكوتوكسين.
لكن البعض لا يزال يخاطر. بالنسبة إلى قبائل أمبرا وونان في غابات شوكو الكولومبية، هذا السم يعتبر مورداً. لقرون مضت كانوا يستخرجون السم ليضعوا في أسهمهم، وهذا ما يمنح الضفدع السهمي اسمه. حركة واحدة خاطئة قد تنتهي بتشنجات وشلل وموت. ليس هناك ترياق معروف له. بينما الضفادع من الصنفين الآخرين التي تستخدمها القبائل الأصلية تموت خلال عملية استخراج السم، الضفدع السهمي الذهبي سام جدا، بحيث أن السهم يحتاج فقط إلى أن يلمس ظهره ليتحول إلى سلاح فتاك. كل ضفدع يستخدم من أجل سهمين أو ثلاثة قبل أن يتم تحريره. حين تجف السهام يضعها في جعبته. يمكن أن تبقى فتاكة حتى سنتين إذا لم يتم استخدامها. لكن لديه خطط أخرى. عليه أن يصطاد ليطعم عائلته. صياد خبير، يمكنه أن يصطاد فريسة موجودة في أعالي الأشجار على مسافة أكثر من 30 مترا. حين تنتهي حياة تولد أخرى. لكن تحت سطح الماء ثمة عالم سري. هنا تتحد 4 تيارات. المياه العميقة والباردة تتصادم بالجروف المنحدرة لجبل مالبيلو البحري، فتتسبب ببروزها من الأعماق. مع وصول هذه المجموعات الغذائية الغنية تنتشر الحياة بوفرة في المكان. إنها بؤرة للتنوع البيولوجي في المحيط العميق. لكن حين يكون التيار مناسبا تماما، حيوان واحد يسرق الأنظار. أسراب أسماك القرش ذات رأس المطرقة الرقيق المعرضة للانقراض تتجمع على الجزيرة كل عام. وصلت المئات منها لتستفيد من خدمة خاصة، وهي مغطاة بجروح وندوب من المعارك. لقد سبحت لأكثر من 1000 كيلومتر بحثاً عن جزء معين من الشعاب. عند محطة التنظيف تتجمع أسماك القرش ببطء من أجل التنظيف. سمكة الشفاه البارزة الملونة وسمكة الحلاق وسمكة البوق تنطلق من مواطنها المحمية لتفتش المشارك. إزالتها للحم المتعفن والطفيليات عن بشرتها تمنحها عناية ضرورية. هذه سمكة لن تأكلها. عبر إنقاذ أسماك القرش ذات رأس المطرقة من الأمراض التي تهدد حياتها، تستفيد السمكة من وجبة قدمت مباشرة إليها.